فقيد وأولاده والجيش نتاعنا ورئيس الجمهورية باسم المريدين التجانيين عبر العالم كله، نقولوا عزانا وعزاهم واحد فريد. وفقدنا رئيس محب لوطنه، رئيس نتاع جيش محب لوطنه محب لإخوانه، وكان يحب الجزائر بقوة، وكان يستحفظ على الجزائريين، وكان حتى الحراك هذا كان يعس في الحراك، وكان قال لك قطرة دم ما تخرج منه، وفعلا ما خرجتش قطرة دم. وعطينا صفعة للأوروبيين واللي الناس المغرضين اللي حبوا يفسدوا سمعة الجزائر وحبوا يفسدوا الجزائر، ولكن الجزائر كلهم راها نتاع مجاهدين وشهداء وصالحين ومحبين ووطنيين، وحرام عليكم باش تفسدوا الجزائر. وكان هو يقود فيها، كنا نتبعوا في الأحداث نتاعو في كل التحركات نتاعو، فجزاه الله عنا خير. قولوا ربي إن شاء الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه في فسح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.